حديث الشبكة من جديد وعدد آخر نعرض لكم في أهم ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة. معكم بليغ صلادين ومواضيعنا الرئيسة اليوم. ظاهرة العنف في المجتمع العربي في إسرائيل ما زالت مستمرة رغم موجة الاستنكارات الكبرى التي تحدث في الشوارع وفي الشبكة. مضارات السترات الصفراء تصل إلى إسرائيل والشبكة تساهم في الاحتجاج على غلاء الأسعار. بعد أن ننهي من هذه المواضيع الرئيسة سننتقل إلى وسوم الشبكة لهذه الحلقة، ومن ثم إلى نجم الشبكة منهينا برنامجنا مع الأشرطة المصورة الأكثر انتشارا في الأيام الأخيرة. سيشاركني في حديث عن هذه المواضيع مؤسس مبادرة تمكين والناشط السياسي إيهاب جبرين. أهلا بك إيهاب. أهلا بك. أما الآن لنبدأ مع فقرتنا الأولى. فقرتنا الأولى نفتتحها مع قضية العنف في المجتمع العربي. إيهاب، يعني في يوم السبت لوحده، يوم السبت الأخير كان هناك 5 قتلى من المجتمع العربي في 5 ساعات، في خلال 5 ساعات. نعم، يعني الخامس كان الجنين، أعتقد جنين الذي كان في بطن الإمرأة التي قتلت، كانت توأم، جنين توأم. نعم، كانت حامل بتوأم. نعم بالطبع. المشكلة هذه رهيبة عويصة. نحن بحاجة لتأطير خطط عمل خارجة عن إطار الصندوق الذي نفكر به. نحن بحاجة لأمور تأخذ بنا إلى مرمى آخر. نعم. المذنب الأول هو الشرطة، المذنب الثاني هو الشرطة، المذنب الثالث هو الشرطة، والمذنب الرابع هو نحن كمجتمع وتكافلنا المجتمعي. نعم، حديث يعني حول هذا الموضوع دار أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. إيهاب، مؤسس أو آسف مدير مبادرة أو صندوق إبراهيم رسول سعدة كتب: متى سينتهي هذا الجنون؟ 5 قتلى خلال أقل من 24 ساعة، 61 قتيل منذ بداية العام، من بينهم 14 امرأة. لا أعلم إن كانت هذه الأرقام هي دقيقة بالفعل، ولكن على كل حال نتحدث عن عشرات القتلى من الرجال ومن النساء. يكتب: كفى قتلى الإرهاب المدني. إذن يعني حرب، وهذا ما كتبه أيضا محمد زياد حول هذا الموضوع. ضايل بس نحفر أنفاق وننزل بالبربشوتات على بعض، حالة حرب بإشارة إلى لعبة الببجي على ما أظن. نعم، نحن في حالة طوارئ، نحن في حالة حرب، الأمور تتفاقم. فقط في الأمس ادعى مسؤول ملف المجتمع العربي في الشرطة جمال حكوش، الضابط جمال حكوش، أن وتيرة العنف في المجتمع العربي في تنازل، لكن الواقع الأمر نحن نقارن 72 جريمة قتل في السنة الماضية مقابل 68 جريمة قتل هذا العام، ولم ينتهي بعد. نعم، إذا يعني 4 جرائم قتل أقل والعام لم ينتهي بعد. لا نستطيع فعلا أن نقول أننا في يعني النسبة تتحسن وكأنه أو العادات تتحسن. بكر جبر زعبي أيضا الصحفي كتب على صفحته في فيسبوك، كتب: مقتل شاب في يافة الناصرة يرفع عدد القتلى في مجتمعنا هذا المساء لأربعة، 4 قتلى خلال ساعات قليلة، هذه أرقام حرب، عدد القتلى هذا خلال ساعات قليلة لا يحصل إلا في حرب، نحن في حالة حرب، لا أعرف أي حرب، أهلية، مجتمعية، تدمير ذاتي، المهم أننا في حالة حرب، يبدو أن علينا البدء باتخاذ تدابير واحتياطات الحرب وأن لا نخرج من بيوتنا إلا للضرورة. وعلى الحديث حول هذه التدابير أو التخطيطات التي يتحدث عنها بكر، يعني اقتراحات عديدة أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي بما يتعلق في كيف أو كيفية معالجة آفة العنف في المجتمع العربي. بالفعل كان هناك عدة تداولات وأفكار من عدة شخصيات التي أدت ودعت كيف يمكننا أن نتجنب مثل هذه المحاور والتعامل مع هذه حالة الطوارئ التي نحن نواجهها في الفترة الأخيرة. أنا ممكن أن أقول لك ماذا كتب أفت أمن جمال. عن كل أم وأب ابنهم بنتهم بلعب لعبة ببجي على التلفون القائمة على الطخ والقتل، هم أهل مجرمين بحق أبنائهم ويؤسسون لعقلية إجرام عندهم. لعبة اللي الولد بنبسط لما يصرخ قتلته ويتنافس مع اللاعبين على مين بقتل أكثر، هي لعبة تريد الأطفال أن يعتادوا القتل والدماء والرصاص. بالفعل وهنالك من يطول، بالفعل الثقافة ما يتناوله أبناؤنا. أنا أظن على جيلنا قبل 20 عام، عندما كنا أطفال قبل 20 عام، كان أهل يخافوا علينا من مشاهد الدماء في الأفلام وهي مجرد مشاهد مراقبة. تمت عملية المراقبة عليها. نحن الآن في عصر الشبكة، كل شيء
مفتوح امام ابنائنا. يعني كان السؤال يعني لعبه كلعبه الببجي او يعني بشكل عام كل الالعاب او كل ما يتعلق بموضوع العنف الافتراضي الذي يعني نحن وكاننا نمارسه على يعني الكمبيوترات او على الهواتف الذكيه او ما الى ذلك، هل هذا فعلا يعني يؤثر على عقول اولادنا؟ هذا السؤال يعني فعلا يجب ان يسال في المجتمع العربي او بشكل عام. الاطفال لا تنسى، الأطفال في جيل الصغر تعليم، طبيعة كون سيرورة التعليم تبدأ وتكمن في جيل الصغر هي لأنه كل شيء ينحت في العقل، يسقل في عقلية الطفل. أنا لست بعامل اجتماعي لكن بالضرورة هذا شيء بديهي للجميع، أن كل ما نعطوه للطفل، كل ما نربيه عليه بالضرورة هو سوف يترجم في المستقبل وفي الأجيال القادمة. نعم أطفالنا تتعرض لكثير من التعنيف بأسبابنا، تعنيف افتراضي، هذا التعنيف أو العنف هذا هو عنف افتراضي. نعم. كتبت أنت على صفحتك في فيسبوك إيهاب. نعم. ماذا كان الستاتوس الذي كتبته حول هذا؟ على نجاعة مظاهرة لجنة المتابعة والقيادات في عرابة، كأنها الموقد الأساس والوحيد للعنف في مجتمعنا. ساخرا قلتها طبعا. أتى بسرعة كبيرة، رهنت على نجاعة عملكم الجماعي والاستراتيجي وخسرت للأسف، وبالمجمل مجتمعنا أعلن إفلاسه بكل المعايير. ماذا قصدت بهذا؟ نحن بحاجة كما قلت، نحن بحاجة لتفكير خارج الإطار خارج الصندوق، نحن بحاجة لخطة طوارئ، نحن كمجتمع كلا من مقامه، رجل التربية، رجل العلم، رجل العمل الاجتماعي، المختص في قضايا الأمن والقانون. نعم. كلنا يجب أن نجلس حول طاولة مستديرة ونصيغ أوراق عمل نقدمها للحكومة، ليس إلا للحكومة، للسفارات. نعم. كأوراق ضغط، لأننا في حالة طوارئ، حالة طوارئ بكل معنى الكلمة. نعم، هذا أيضا يرجعنا كلمة حالة طوارئ إلى كل المظاهرات التي كانت على قضية العنف ضد النساء، وهي طبعا جزء لا يتجزأ من العنف بشكل عام. بالفعل العنف لا يتجزأ، صحيح جدا. ننتقل إلى موضوع آخر، هو موضوع السترات الصفراء، وأي يعني موضوع الغلاء وغلاء المعيشة في إسرائيل، انتقل من باريس إلى شرق أوروبا إلى أماكن أخرى في العالم، والآن هو موجود في إسرائيل كان يوم الجمعة الأخير، وهذا تزامن مع إعلان غلاء المعيشة الذي أعلنته وزارة الاقتصاد، ونحن بصدد سنة 2019 سلة الاقتصاد للعائلة الصغيرة المصغرة والبسيطة سوف تزيد بما يقارب 1000 شاكل تقريبا في المجمل، من كهرباء لضرائب لأرنونة لغذاء للغاز لكل كل كله، في النهاية ستزيد بما يقارب 1000 شاكل، ونحن نحكي على نتكلم حول عائلات بسيطة دخلها ما يقارب 5000 أو 6000 إذا كانت من معيل واحد. نعم. على هذه الأرقام التي تتحدث عنها، كان هناك مظاهرات أيضا في وسط تل أبيب في إسرائيلي أو بجانب إسرائيلي، نشاهد شريط مصور من هذه المظاهرات ونعود إلى المنشورات. نعم، إذن يشبه المتظاهرون هنا أصحاب السلطة وأصحاب رأس المال بأنهم يعني عصابات جريمة وعصابات إجرام بشكل عام. كان هناك أيضا اعتقالات طبعا، والعديد من الصفحات تناقلت هذه الأخبار. كان هناك إيفنت أو حدث على فيسبوك من المظاهرة، أو يعني يحث على المظاهرة، يدعو إليها، وكان مظاهرات السترات الصفراء، كتب هناك ترفع الأسعار في كل مكان ونحن سئمنا، الجميع سيذهب إلى الشوارع مع سترات صفراء. في الأيام الأخيرة ارتفعت أسعار الكهرباء والمياه والمنتجات الغذائية، أين الحكومة التي وعدت برعاية تكاليف المعيشة؟ لماذا تستمر الأسعار في الارتفاع وتجمد رواتبنا ولا أحد في القدس يهتم؟ نحن نقول إلى هنا وحسب. القدس طبعا يعني هنا يتطرق إلى الحكومة. وكان هناك أيضا إعلان وكانه ساخر من قبل يديعوت أحرنوت الصحيفة الإسرائيلية التي كتبت عن هؤلاء الوزراء
الذين يعني يقولون انهم يعني ضد غلاء المعيشه وكل هالامور، ويقولون والعنوان يقول انهم يتظاهرون ضد انفسهم، وفعلا كذلك بالفعل. هذا ما جرى بطبيعه الامر. لكن انا اود ان اتطرق لامر اخر، وهو تفاعل المجتمع العربي مع هذه التظاهرات. نعم. ضئيل نوعا ما. نحن تفاعلنا مع الشيء الرمزي وهو اغلاق الكهرباء، وهو شيء جدا رمزي بالضروره، ولن يعيق اي اعاقه اقتصاديه على الدوله. نحن من سيدفع هذه الفرقيه للعشر دقائق، نحن من سيدفعها عبر الضريبه. لكن اود ان انوه انه في الشارع كما في كل التظاهرات المدنية نحن نختفي، وهذا أمر سيء جدا. نحن يجب أن نكون هناك، لأن أول المتضررين بطبيعة تربيتنا الاستهلاكية الاقتصادية سوف يكون المجتمع العربي. نعم، خصوصا نحن نتحدث ليس عن تل أبيب والمدن الكبرى التي يعني هناك شركات وهناك يعني مدن متطورة نسبيا، نتحدث عن ضواحي وهي المدن والقرى العربية. أرام حميد، حسب التفاعل الذي تحدثت عن كتب بعد 50 دقيقة آسف من الآن نطفئ الكهرباء في بيوتنا لمدة 10 دقائق احتجاجا على ارتفاع الضرائب وغلاء الأسعار. كان هناك أيضا تفاعل من قبل المجتمع اليهودي طبعا على صفحات الفيسبوك. سمدار رومان شمايا كتبت على صفحتها في فيسبوك، كتبت بحلول شهر يناير سيقومون برفع غلاء المعيشة، الغاز، الكهرباء، المنتجات المختلفة، التكاليف المرتفعة، باستثناء شيء واحد وهو الراتب طبعا. ونحن نجلس ونكتف أيدينا، ربما يجب علينا أن نأخذ مثالا من الفرنسيين الذين لا يجلسون مكتوفي الأيادي لنخرج إلى الشوارع كي يفكرون مرتين. آسف. فعلا يعني هذه الاحتجاجات أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في الحقيقة، يعني يأمل المحتجون أن يكون هناك صدى لها في أيضا قرارات الحكومة وفي قرارات الكنيست وفي القدس مثلما تحدثوا في المنشورات. على أمل. نعم، إذن إلى هنا ننتقل إلى وسوم الشبكة. الهاشتاج الذي انتشر في نهاية الأسبوع السابق وأيضا في بداية هذا الأسبوع هو وين الشرشف، أو رجعوا الشرشف. رأيت الشريط المصور أو سمعت التسجيلات؟ سمعت التسجيلات، مؤسف نوعا ما. قبل أن نتحدث عن التسجيلات كي يعني يتعرف المشاهدون على ماذا نتحدث لنشاهد الشريط المصور الذي أعتقد أن أغلبكم قمتم برؤيته. الشرشف ركوا عند اخوها، لا تفش بالدور، بدل دي بدها ترجع الشرشف ركوا عند اخوها، مديت لاخوها الصغير، فهمت؟ يا يمه ما بدي حقه ولا بدي اياه، سامع؟ بدي الشرشف بذاته وركوا عند اخوها، عند اخوها الصغير، سامع؟ الشرشف ركوا عند اخوها، مديت لاخوها، شرشف السعوديه مديت لاخوها. إذن نعم، الشرشف عند أخوها. هذه الحجة وهذه المرأة يبدو أنها أحضرت شرشف إلى بيتها من السعودية، والآن قاموا بإعطاء هذا الشرشف إلى أخت كنتها، يبدو أو أخ، آسف، كنتها. نعم، سمارة حمدان كتب حول هذا الموضوع بصورة ساخرة طبعا، كتب الشرشف الذي أخذ الشرشف الذي أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الموضوع. هذه مساوئ الشبكة، أنها لا تحترم الخصوصية. بنظر المذنب الأول والأخير هو ابنها. إذا كان هنالك أي تسريب لمثل هذا التسجيل تم بالفعل من هاتف الابن. نعم. أرنستو لنقرأه من الشاشة. أرنستو وشرفة. شرفه. وشرفة. صباح الخير لأصحاب الثوابت والمجد لمن قال لا، وهذا النعنع نعنعنا، وهذا الشرشف شرشفنا، ولا صباح لأخوها اللي أعطته
الشسب. طبعا كان هناك العديد من الميمز في مواقع التواصل الاجتماعي، الصور التي كتب عليها يعني امور عديده حول قضيه هذا الشرشف. نستطيع ايضا ان نرى هذه الصور هنا، اجتماع مغلق بعد اعاده الشرشف، لقيت الشرشف وهي سيجاره، مين اخذ الشرشف من دونالد ترامب، ايضا صور اخرى هنا، الشرشف، المراه رجعت الشرشف وفصلته قميص نوم للدار جكر فيها، شرشف شركة شراشف عالمية، يعني العديد من التعليقات المضحكة حول هذا الموضوع. يذكرني بحادثة الأمة العجوز التي نادت هيرتسل أمام نعم. كيف كان الفيرال حتى اليوم هناك فيديوهات يقوم الأشخاص بتصويرها ويمر أحدهم ويقول هيرتسل، فعلا تفاعل كبير حول هذه الأمور. حنان أيضا في تويتر كتبت على صفحتها تغريدة، كتبت وفق آخر المعطيات أفاد شهود عيان في وقت سابق مساء اليوم بأن شرشف الحج قد عبر الحدود المغربية الجزائرية منذ قليل قادما من الأردن الشقيق، وكان في استقباله حشد من المواطنين والمواطنات، هذا وسيتم التأكد لاحقا إذا كان هو نفس الشرشف القادم من السعودية أو شبيه له. بالإضافة إلى هذه المنشورات أيضا كان هناك أشرطة مصورة من ناشطين يتحدثون عن هذا الموضوع بصورة ساخرة، لنشاهد. لقيتوا الشرشف ولا بعدكم؟ لقيتوه ولا ما لقيتوش الشرشف؟ عطول المرأة عزرتنا فضحتنا ولا ظل مخلوق؟ الكونغرس الأمريكي بيحجب الشرشف، الكونغرس الأمريكي بيحجب الشرشف. لعادني اليوم أحلم بالشراشف، مش عارف أقسم بالله أني أحلم بالشراشف، قال أني ما أخذ لها شراشف وأراضيها، مش عارف عن الشرشف هذا لأخوها، الشرشف هذا لأخوها، وين راح؟ نعم، نتأمل أن الشرشف قد رجع أو سيرجع في الأيام القريبة على أمل أن يعني يساووا هذا الموضوع. وننتقل الآن إلى موضوع آخر اشترك فيه العديد من الفلسطينيون، هذا الهاشتاج أو هاشتاجات متعلقة بهذا الموضوع، هو هاشتاج رام الله أو هاشتاج أيضا سلطة العار وهاشتاج السلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني، هاشتاجات حول نفس الموضوع، هو قضية ما حدث في الضفة الغربية وفي التحديد في رام الله من قبل السلطة الفلسطينية وكيف كان هناك مواجهات بين الفلسطينيين المتظاهرين وعناصر الشرطة الفلسطينية. رغدة بسيوني كتبت حول هذا الموضوع على صفحتها في فيسبوك، سلطة العار الفلسطينية، وهي تقصد هنا طبعا السلطة الفلسطينية، تقمع تظاهرة في الخليل، دماء، ضرب بالعصي، اعتقالات، قنابل، رصاص حي مطاطي، ركل، صورة الاحتلال المنعكسة بسودية الوجه أبو مازن، سويد الوجه آسف أبو مازن. نعم، يعني هذا الموضوع أيضا تحدث عنه رأفت أمني جمال، ماذا كتب رأفت؟ محمود عباس رئيس شو بالضبط؟ أقسم بالله أني بتمسخرش، لا أعرف حقا. نعم، بالفعل ما جرى في رام الله من قمع لحقوق التظاهر هو أمر حسب نظري وأمر مضمون، أمر أساس لكل مواطن في التظاهر. نعم. لنشاهد قسم مما حدث هناك أيضا في شريط مصور حول هذه النقطة، لنشاهد. تفاعل آخر أيضا في نفس الموضوع وهو هاشتاج بيوتنا مفتوحة للجميع، فمثلا رام الله مباشر الصفحة في فلسطين كتبت حملة أطلقها مجموعة من المواطنين في رام الله، وهنا لا أكتب فقط لكي أقول أن بيتي مفتوح، أقول أن بيتي مفتوح للجميع، لكل من لا يجد طريقا للعودة، بل أقول من خلال هذا المنشور أي أحد يحتاج إلى مسكن هذه الليلة أو يود أن يفتح بيته هذه الليلة لاستقبال أهلنا وأبناء شعبنا الذين تقطعت أو بهم الطرق، ليكتب أن بيته مفتوح للناس كي يستطيع الناس التواصل مع. رأيت منشورات من هذا النوع؟ نعم، محمد كراجة، نعم. صدر البيت لكم والعتبة إلنا، أبناء شعبنا الحبيب، أخوتي أصدقائي، أي حدا ما بيقدر يوصل بيتهم يتواصل معي ويتفضل عندي، بتشرفونا، رحم الله شهداؤنا الأبرار واسكنهم فسيح جناته، وهذا رقمي للتواصل في النهاية. إذن تفاعل حول هذه النقطة أيضا، ومن هنا ننهي هذا الموضوع وننتقل إلى نجم الشبكة. We'll be right back.
نجم الشبكة في هذه الأثناء ربما هو غير موجود أصلا على الشبكة، ونتحدثون عن ابن وزير ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو يائير نتنياهو. كان هناك حرب ضد يائير نتنياهو، وأيضا حرب من قبل يائير نتنياهو ضد أشخاص معينين أو ضد فئات معينة من المجتمع. لنقرأ الستاتوس الأول الذي كتبه يائير نتنياهو، وهو يقول: هل تعلمون أين لا يوجد هجمات إرهابية؟ في اليابان وأيسلند، بالصدفة لا يوجد مسلمين هناك أيضا. أنت قمت بالرد عليه إيهاب، ماذا قلت له؟ بالفعل، إذن في اليابان هناك هجمات إرهابية وبالصدفة لا علاقة لها بالإسلام. نعم، كان هنالك هجوم إرهابي في سنوات فيما سبق أدى إلى إصابة أكثر من 5000 شخص. ومن هم الأكثر قلقا؟ هذه حسب بيانات أنا استخرجتها من قبل صحيفة ماكوري شون. ومن هم الأكثر قلقا بشأن الهجمات الإرهابية؟ كولومبيا، حيث يبلغ عدد السكان المسلمين 0.003% من 49 مليون. وفي بيرو السكان المسلمين أقل من 0.41%. وأين العالم أين السكان في العالم أقل قلقا بشأن الهجمات الإرهابية؟ السنغال وألبانيا، حيث عدد بالصدفة عدد سكان المسلمين هناك أكثر من 90%. بالنسبة أيسلند أيضا كتبت له: تجاهلنا 6% من المسلمين الأيسلنديين الأصليين، ونحن نتحدث عن أصليين، فما هو مؤكد أن بنيامين نتنياهو ليس رئيس وزراء هناك. يائير نتنياهو في هذه الفترة يحاول أن يأخذ صدى أو حجم أكبر من حجمه. لا أذكر أن أي ابن رئيس وزراء حاول أن يخرج بمثل هذا الصدى وأن يخرج إلى الأضواء. عادة أبناء رؤساء الحكومة كانوا مغلقين، لكن يائير نتنياهو على ما يبدو يريد أن يكون الخليفة للقيصر بنيامين. هناك تعليقات يمينية تقول أننا ننتظر الخليفة خليفة بنيامين نتنياهو، وهو يائير نتنياهو. الستاتوس الثاني الذي لقي العديد من التفاعل، كتب يائير نتنياهو: لن يكون هناك سلام في أرضنا، وهو يتطرق إلى الأرض هنا، حتى واحد كل اليهود يتركون البلاد، اثنان كل المسلمين يتركون البلاد. وكتب: أنا أفضل الاحتمال الثاني. زياد أبو الهوى أو زيزو أبو الهوى كتب على صفحتي في فيسبوك كرد ليائير نتنياهو، كتب له: في الحقيقة هناك احتمال أكبر للسلام في حال تركت أنت البلاد وأمك وأباك يذهبون إلى السجن. طبعا هذا ما أحدثه، يعني هذه الضجة التي أحدثها يائير نتنياهو، قام العديد بالإبلاغ عن هذه الستاتوسات، ومن ثم إغلاق حساب يائير نتنياهو لمدة 24 ساعة. المؤسف حقا أن ابن رئيس الوزراء يتفوه مثل هذه التفوهات ضد فئة مجتمعية موجودة في داخل البلاد، ولا أحد يقوم بأي يبدو فعل أمر متعمد أو متعمد استنكار حتى استنكار. نعم، هذا متعمد بالفعل، متعمد. لم يقم نتنياهو باستنكار، لم يقم بأي استنكار، وهذا متعمد، لكنه استنكر كلمة خائن ضد ابنه. لكن لم يكن هنالك أي استنكار، بنظري هذا متعمد لكي يكون هنالك نوع من تشتيت الانتباه حول التظاهرات، حول الضجة الإعلامية من التظاهرات السترات الصفراء التي تقوم الآن. بنظري كل ما يجي من كم هو مفيد منها. أو هل هناك فعلا نجاعة؟ يعني كان هناك سخرية أيضا من أصحاب الصفحات على فيسبوك يقولون أن يعني وكأننا نضربه فقط كذلك بالقليل، بما أن فيسبوك قام بمعاقبته لمدة 24 ساعة فقط. أوافقهم، تويتر لم يعاقبه بالمناسبة، فقط العقاب كان من فيسبوك. وهل عندما يغلق الفيسبوك هل أراءه لن ينفذها على أرض الواقع؟ هل لا يقوم بترجمة آراءه وأفكاره على أرض الواقع بمعاقبة كل ما هو مختلف عنه؟ هذا لكن الانتشار طبعا بطبيعة الحال يكون على فيسبوك، ممكن أن يكون هذا رادعا لستاتوسات أو لمنشورات مستقبلية يخفف منها بحدة طرح العنصرية. سوف أخذ الأمور من منحنى آخر. بنظري قانون قومية مطبق على أرض الواقع منذ أمد، وأحد متداعيات أمور القومية، لو قمت أنا اليوم بكتابة منشور أتهجم فيها على كل التجمعات اليهودية، على كل اليهود، وأعطيهم صفة معينة، لكنت الآن متواجد في تحقيقات استخباراتية نوعا ما. فعلا، ولكن بما أنه ابن رئيس الوزراء يبدو أنه يأخذ منحة آخر. إلى هنا كان نجم الشبكة، وننتقل الآن إلى الأشرطة المصورة الأكثر انتشارا. نصل الآن إلى فقرتنا الأخيرة في هذه الحلقة، فقرة الأشرطة المصورة الأكثر انتشارا في الشبكة في الأيام الأخيرة. عجوز عمرها 100 وعامان تحطم الرقم القياسي لأكبر شخص يقفز عن علو 14,000 قدم كي ترفع الوعي للمرض الذي أدى إلى وفاة ابنتها. you
كل الاحترام طبعا على هذه الخطوة. هؤلاء الممرضين والأطباء يحاولون تغيير الأجواء في المستشفى هعيمك في العفولة عن طريق الرقص على أغنية الدحيجة الشهيرة. لم تنتشر هذه الأشرطة المصورة أيضا في بلدان أخرى، ويعني يقوم كل بلد بنسخ هذه النقاط من مكان إلى آخر. شكرا لك إيهاب جبرين على تواجدك معنا في هذه الحلقة. ومع هذا الأشرطة المصورة نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذا اليوم. نتمنى أن نكون قد عرضنا لكم أحداث هذا الأسبوع على أفضل صورة من منصات التواصل الاجتماعي. تابعونا على صفحتنا في فيسبوك وقناتنا في يوتيوب وإدوين فور نيوز أربك. هناك تستطيعون أن تشاركونا بآرائكم حول المواضيع المطروحة وطبعا طرح مواضيع للحلقات التالية. كان معكم بليغ صلادين، لنا لقاء.